على المنتخب بالنسبه كل تقريبا في تونس ولا قليل ونسيين فما اجماع المنتخب عمل تورنوا به. صحيح الحمد لله عملنا تورنوا به الجروب كان سوليدير انا جروب باهي قاعدين نخدم خدمه باهي مع سي جلال بيان سور نعرفوا قيمه الماتشات هذوما دونك توا عنا كوب دي موند قدامنا لازمنا نكونوا ديما 100%. شنو تبدل بين الفتره اللي فاتت والفتره هذه؟ أنا عارس علينا فترة بالضبط تحكي ما بيصير ديما كي تجي نكون ديريكت شنو بدأ جلال القادري في المنتخب؟ ما سي جلال عنده عنده طبعه الخاص إنسان محترف إنسان يحب الخدمة إنسان سيريو بيصير عطانا ثقة تشوف معناها الجروب الكل عاطي أكثر من 100% خلينا نقولوا معناها الجو باهي في ليكيب ناسيونال وهذاك هذاك أهم حاجة باش تقدم مردود باهي. عصام ظهر لي أنت وليت عندك برشا تجي وما تلعبش وما تلعبش اليوم ظهر لك خذيت نقولوا حتى شتاف الشونس وليت اللي عندك بلاصة في المنتخب. الحمد لله عندي بريود قاعد نخدم كما قلت قبل واحد شرف كبير لي أني نعمل المنتخب قاعد ديما نستنى في الشونس نتاعي صبرت والحمد لله جات في وقتها ديما كي نجي حتى ما نلعبش ديما نقول معناها واحد فرحان انه يجي لبلاده فرحان انه يجي لاصحابه وكنت متاكد انها نهار بتجي الشونس وتعرف الكره ما يجيكش برشا فرص هذا تجيك فرصه ماذا بك تنقز الكره. شنو المستقبل وين في الدنمارك باش تكمل ولا كيفاش؟ فرومون في الدنمارك ان شاء الله جمعية عندي جمعيه باهيه في الدنمارك قاعد نخدم ما نحبش معناها واحد ما نحبش نركز على حوايج اخرين غير الكره بالنسبه لي انا فرحان برشا في الدنمارك بيان سور اذا جات حاجه باهيه علاش لا. خمم رجوع لتونس خاطر جمهور توا يتبع فيك برشا حالات توا يبعثوا لك برشا مساجات في الباجيت شفنا فرحانين بيك تخمم ترجع نهار لتوال؟ بيان سور لتوال جمعيه كبيره وكان شرف كبير لي اني لعبت في لتوال تبقى حاليا عندي عقد يربطني بسنتين وكما قلت لك معناها مركز على المرحله القادمه واحد عنده كوب ديموند قدام وبالنسبه لي انا تو مع جمعيتي مرتاح دونك مع جمعيتي والله اعلم بعد الواحد ما نجمش نقول لك تو شنو بالضبط.